يستعد النجم احمد السقا وفريق عمل مسلسل ذهاب وعوده للسفر للبنان لمده 20 يوم لتصوير بعض المشاهد، وكمان هيسافر قبرص وهيصوره هناك لمده 4 ايام. المسلسل بيشارك في بطولته مجدي كامل وياسر جلال واحمد راتب ولقاء سويدان، ومن تاليف عصام يوسف ومن اخراج احمد شفيق. يواصل الفنان كريم عبد العزيز تصوير مشاهده الخارجيه من مسلسل وش تاني بمنطقه سهل حشيش في الغردقه، وبتجمع المشاهد دي ما بين كريم ومنى فضالي والسوريه سوزان نجم الدين، وهيستمر التصوير هناك لمده 40 يوم، وهيشارك في بطوله وش تاني حسين فهمي ومحمد لطفي، ومن تاليف وائل عبد الله ووليد يوسف، ومن اخراج وائل عبد الله. انتهى الفنان ريحنا من تصوير مشاهده بمنطقه الحطابه ضمن احداث مسلسل مملكه المغربي. المسلسل بيشارك في بطولته مصطفى فهمي وعلا غانم، ومن تاليف حمدي يوسف ومن اخراج عادل الاعصر، وتدور احداث العمل عن عالم رجال الاعمال والصراعات اللي بتدور فيه من خلال مراحل مختلفه من حياه يوسف المغربي وهو احد رجال الاعمال في مجال البترول. انتهت الفنانة هالة صدقي من تصوير 60% من مشاهدها في مسلسل حارة اليهود، وبتواصل تصوير باقي مشاهدها حاليا في ديكور مخصص لعمل بشبرا منت، وبتجسد هالة في المسلسل شخصية ماريا وهي سيدة يهودية بتعيش في حارة اليهود وتواجه دايما صراعات ما بينها وما بين سكان المنطقة. المسلسل من بطولة منى شلبي وإياد نصار ونهام عبد الغفور، ومن تأليف الدكتور مدحت العدل، ومن إخراج محمد العدل. استأنف النجم هاني سلامة تصوير مشاهد مسلسله الجديد نصيبي واسمتك بعد ما توقف عدة أيام بسبب تغيير المخرج علي إدريس واللي صور عدد من حلقات العمل واستبداله بالمخرج عطية أمين، وبيشارك في بطولة المسلسل نيكول سابا ودرة ومي سليم وريهام عبد الغفور وشري عادل وريهام حجاج وقمر، وهو من تأليف عمرو ياسين. انتهت الفنانة رانيا فريد شوقي من تصوير 50% من مشاهدها بمسلسل الأستاذ بلبل وحرمه بعد 15 يوم من بدء تصوير العمل. المسلسل من تأليف ومن إخراج رائد لبيب، وبيشارك في بطولته شريف باهر وائل عبد العزيز وهبة عبد الغني، ومن المقرر عرضه في رمضان اللي جاي. انتقلت الفنانة علا غانم وفريق عمل فيلم عمود فقري لاستوديو مصر لاستكمال تصوير باقي مشاهد الفيلم اللي اتعرضت في عيد الفطر، وتدور احداث الفيلم عن شاب في الأربعين بيدور على شغل علشان يتجوز حبيبته ولكنه بيفشل وبيلاحقه سوء الحظ، وبيشارك في بطولة الفيلم وائل علاء وبيومي فؤاد وإناس النجار، ومن تأليف احمد الشحري وحسن الصياد، ومن اخراج ابرام نشأت. طرحت الجهة المنتجة الفيلم جمهورية امبابة الافيش الدعائي للفيلم استعدادا لطرحه في موسم اعياد شم النسيم، وتصدر الافيش النهائي باسم سمرة وعلا غانم وفريال يوسف. بتدور احداث الفيلم في فترة ما بعد ثورة 25 يناير واللي ظهر فيها العديد من الظواهر السلبية زي البلطجة والسرقة والخطف. انضم الفنان محمد محمود عبد العزيز لفريق عمل مسلسل ارض نعام واللي بيكتبه نصر عبد الرحمن وبتخرجه غدا سليم، وبيجسد محمد في المسلسل شخصية طبيب بتحصله تحولات كتير في شخصيته بتترتب عليها مفاجآت كتيرة في الأحداث. المسلسل من بطولة رانيا يوسف وروبي وأحمد زاهر وانتصار. النجمة نانسي عجرم بتعيش حالة حداد على صديق عزيز جدا عليها، يا ترى مين هو؟ وكمان قالت له إيه؟ كل التفاصيل بعد شوية.